نقيب المحامين يتواصل مع الجهات المعنية لإخلاء سبيل محامي كومومبو ويشكل لجنة لمتابعة التحقيقات. خلال تكريمه المتفوقين من أبناء السادة المحامين بجنوب القليوبية، النقيب العام يعلن عن عقد جمعية عمومية لزيادة المعاشات ويعرض ثمار خطة ترشيد النفقات. نقيب المحامين يشارك في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين بشمال القليوبية، ويعلن وصول الحد الأقصى للمعاشات 4000 جنيه والحد الأدنى 2000 جنيه خلال الجمعية العمومية التي ستعقد في شهر أكتوبر المقبل. نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام يوقع بروتوكول تعاون مع محكمة النقد، ويعلن عن تخفيض الاشتراك السنوي لموقع محكمة النقد ودعم السادة المحامين الراغبين في الاشتراك والبدء في تلقي أوراق الاشتراك. النقيب العام يصدر قراراً بتصعيد الأستاذ سعيد حسن لعضوية مجلس النقابة العامة بدلاً من الأستاذ خالد أبو كراع الذي خلى مقعده بصدور قرار بالإسقاط والمحو، وتصعيد الأستاذ محمد القطيطي بدلاً من الأستاذ علي الصغير لإحالته إلى المعاش. نقيب المحامين يعقد اجتماعاً مع مديري الإدارات بالنقابة العامة ويقر مجموعة من القواعد والضوابط للحفاظ على أموال النقابة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المحامين. النقابة العامة للمحامين بدأت في تلقي أوراق المتفوقين دراسياً في مختلف المراحل التعليمية من أبناء السادة المحامين والحاصلين على درجة الدكتوراه من السادة المحامين لعام 2023 تحت رعاية الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب. النقابة العامة للمحامين تخطر المقيدين بالجدول العام الواردة أسماءهم في الكشوف بضرورة استيفاء الأوراق اللازمة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائي، وذلك تجنباً للنقل التلقائي إلى جدول غير المشتغلين. النقابة العامة للمحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد برئاسة الأستاذ حسين الجمال أمين عام النقابة والأستاذ يحيى التوني وكيل النقابة، نيابة عن نقيب المحامين الأستاذ عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب.